ضمن المناطق الآمنة على سلم الترتيب، وهذا يعني أن المباراة ربما تشهد وهذه تسديدة لزكريا. الله وردة فعل أحلى ولد والهدف. الله يا رأفت، الله يا رأفت يا مهتدي، رأفت مهتدي يفتتح التسجيل بمرمى أحمد الشيخ حارس جبلي. أول أهداف المباراة للاتحاد بعد مرور 7 دقائق من أحداث الشوط الأول. الاتحاد يفتتح التسجيل بمرمى أحمد الشيخ. محمود البحر وجه لوجه مع خالد الحاج عثمان. محمود البحر، الله يا محمود، الله على هذه الثقة يا محمود يا بحر، الله يا بحر، الله. هدف بكل تركيز بكل هدوء. محمود البحر يعادل من علامة الجزاء. فريق الجبلة يعود إلى المباراة بهدف رقم 18.